يا مساء الفل عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم من نقنقه. النهارده هنعمل صينيه الخضار في الفرن كده بطريقه مختلفه ولذيذه جدا، وبعد كده هنعمل الباري ميلك شيك. طيب ايه المكونات اللي عندي؟ عندي هنا شويه من البصل والثوم المفروم، عندي زبده، عندي بطاطس وجزر وكوسه متقطعين مكعبات قريبين جدا من حجم بعض، عندي شويه فاصوليا مسلوقه سلقه سريعه، شويه من الطماطم المفرومه، شويه من البسله، وعندي هنا مرقه، شويه من السمنه، فلفل ابيض، كاري، وطبعا ملح وفلفل وزيت الزيتون. على طول كده عندي طاسه مرفوعه على النار، هنزل بشويه من الزيت معاهم حته الزبده. على طول هنزل بالبصل والثوم المفروم. ندي فرصة للبصل بتاعنا ايه يبتدي كده يدينا اللون اللي هو القريب للشفاف شوية او الترانزلوسنت ده، ممكن ازود شوية من الزيت. هاخد رشة من الملح، رشة من الفلفل الأسود، ونكمل بقلب كده اهو. هسيب البصل مفرود زي ما هو، هجيب البطاطس هنزل فوق البصل لكن مش هقلب دلوقتي، وانا بتبل بقى تتبيله خفيفه كده على كل بقى ايه طبقه احنا بننزلها، رشه من الملح، رشه من الفلفل الاسود. خلاص البصل ابتدى معايا ايه يدبل كده، هقلبه في البطاطس كويس قوي. طيب هل احنا ممكن نعمل الكلام ده كله في الفرن من غير الفقره بتاعت الطاسه دي؟ ممكن قوي، بس هيبقى المشكله عندنا ان احنا الخضار بيتفاوت قوي الاوقات بتاعته في السوا، فاحنا بنبتدي كده نديهم كلهم زي نبتدي مرحله تسويه على كل حد. فالبطاطس مثلا هنبتدي نديها شويه تسويه، ننزل بعدها بالجزر والكوسه، في الاخر ندخل الكلام ده كله الفرن، ففي 10 دقائق ربع ساعه ياخد بس التقفيله بتاعته كلها مع المرقه مع التوابل. فلو هنعمله في الفرن بيبقى بقى بس ايه سخافته، ان انت محتاج تنزل تدخل البطاطس الاول في الصينيه، بعد شويه تنزل بالجزر، بعديها بشويه تدخل الكوسه، فالتعامل في الفرن مش بيبقى سهل قوي، غير كده هتاخد وقت وهنقعد نطلع وندخل الصينيه كتير. فبنبتدي كده بس الموضوع في الطاسه. خلاص انا قلبت البطاطس بتاعتي شويه، هنزل بالجزر برده نفس النظام، مش هقلب، هسيبه الاول شويه ياخد شويه من البخار بتاع الميه اللي بتنزل من البصل والبطاطس، وبعد كده هبتدي اديله تقليبه، لكن هديله رشه كده برده من الملح ورشه من الفلفل الاسود. بص وهنسيب الكلام ده دقيقه كده، ندي بقى تقليبه كده للميكس ده كله. نقدر بقى نستعمل اي انواع خضار احنا عايزينها، دي صينيه ايه ميكس كده من الخضار، البروكلي ممكن يبقى فكره ظريفه جدا، حتى البتنجان يبقى فكره حلوه قوي، قرنبيط. وزي ما عملنا كده ادي الفاصوليا بتاعتي اهي، سلة، والطماطم،
بص اخر تتبيله عشان خلاص مش هنتبل بقى تاني ملح وفلفل. رشه من الملح، رشه من فلفل اسود. هل ممكن نستنى ونحط كل ده في الاخر؟ اه بس انا بحب ايه كل حاجه تاخد السوا بتاعها وهي متبله. هنسيب الكلام ده كده ايه دقيقتين ونقلبه. ندي بقى ايه التقليبه الاخيره. وبقى ايه بعد ما هقلب ده على طول احنا هنتبل دلوقتي ونرفع على الصينيه، لان الفاصوليا والبسله مش محتاجين ان احنا نسيبهم بقى وقت هما كمان. احنا بس ايه عايز اخلط كل حاجه هنا قبل ما انزلها في الصينيه. هجيب بقى التوابل بتاعتي، عندي هنا الكاري، وعندي الفلفل الابيض. خلاص مش هنحط بقى ايه ملح تاني. كمان المرقه فيها نسبه يعني ايه حلوه من الملح، فمش عايزينها تحدق معانا. تقليبه اخيره لغايه ما التوابل بتاعتي ما بقاش شايفها، تبقى دابت. حلو قوي. جيب صينيه الفرن بتاعتنا او اي بايركس اهو. هاخد الخضار ده وانزل بيه كله في الصينيه. خلاص على الكلام ده عندي معلقه من السمنه، اوزعها كده. خلاص وبعد كده المرقه هننزل هنا وهندخلها مش متغطيه الفرن عشان عايز المايه دي كمان تتبخر منها معظمها. الفرن بتاعنا متسخن على 200 220، واحنا اديناها شويه حلوه على الطاسه، فهنسويها بقى على نار عاليه عشان تخلص معايا على طول. لو كنا سوينا الخضار اقل ساعتها هنسخن الفرن على نار عاليه، واول ما تخش الصينيه هننزل على 160 180 ونديها بس فرصه كده تستوي على مهلها. بس وعلى الفرن على طول. اهو نقفل على الخضار بتاعنا. ولو مش عايزين نحسبها قوي بالوقت ممكن نجي على البطاطس، الجزر، اللي هي الحاجات اللي اكتر محتاجه هي تستوي للاخر، وبالشوكه بس كده نجرب لحد ما نلاقيها طريت معانا، يبقى كده الباقي كله خلص. خلونا نطلع خطف فاصل سريع، نرجع نقدم مع بعض صينيه الخضار في الفرن ونعمل على طول المشروب. ما تروحوش في حته. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. قبل ما نطلع الفاصل عملنا صينية الخضار في الفرن ودخلناها، عايز استنى عليها 5 دقايق كده كمان، فهنعمل مع بعض الباري ميلك شيك وبعد كده نقدم الخضار. عندي ايه؟ عندي شوية من اللبن، شوية من ايس كريم الفانيليا، عندي هنا فراولة، عندي كريز، وعندي شوية من التوت. طيب على طول كده هاخد الايس كريم. هنزل عليه بالفواكه بتاعتي، فراولة، الكريز، والتوت بس كده. هننزل بشوية من اللبن، نضرب الأول، لو احتاجنا نبقى نزود. Thank you.
انا بالنسبه لي كده قوامه ممتاز، مش هنحتاج خالص نزود لبن. كاسه التقديم وعلى طول. حلو قوي. عشان ايموهاتنا ونبقى عملنا مع بعض الباري ميلك شيك بالكريز والفراوله وشويه من التوت. طيب الصينيه بتاعتنا بقى، طبق التقديم بتاعنا اهو. واحنا بص بصه كده بص بقى، خدت اللون نرفع على طول. ننزل بيها اهو، هتشوفوها بقى الاطراف بتاعتها اخدت الايه اللون اللي احنا عايزينه. وعلى طول هبتدي اغرف الخضار في طبق التقديم. لكم بقى تركه لذيذه قوي، شويه المرقه والحاجات اللي ايه في الصينيه دي، طبعا هنحط منها شويه على الخضار، لكن كمان نقدر ناخد دي وتبقى بيز خطير لشوربه خضار. طبعا ايه هتبقى شوربه خضار واخده نكهه كاري وكل حاجه، لكن اللي احنا عملناه شويه بقى العصاره اللي فضلت دي، السمنه بالايه مع المرقه مع الحاجات اللي نزلت من الخضار، تعمل لنا بيز بقى خطير للشوربه. حلو قوي، وعايز ياخد شويه كده من الشوربه دي، هنزلها. ونبقى عملنا مع بعض الخضار في الفرن بميكس كده توابل ظريف جدا، وعملناه مع الباري ميلك شيك اللي عملناه بالفراوله وبالكريز، وكمان حطينا عليه شويه من التوت الازرق. ونبقى كده وصلنا لاخر حلقتنا النهارده، اشوفكم الحلقه الجايه، ما تنسوش تحبوا بعض. سلام عليكم.